إذا صحوا التمرين التالي، بعض النقاط نعتبر أن الضغط الجوي يتغير بدلالة الارتفاع R. دابا كل ما ارتفعنا، ماذا يحدث للضغط الجوي على الارتفاع R على سطح الأرض حسب العلاقة؟ إذا الضغط الجوي لا بريسيون اتموسفيريك كيساوي ناقص تسعود R يعني في الارتفاع زائد واحد العدد هو 10^5، حيث بي ATM بالوحدة الباسكال، يعني الضغط الجوي بالباسكال، والارتفاع H بالمتر. السؤال الأول، كيف يتغير بي ATM يعني الضغط الجوي إذا زاد الارتفاع؟ إذا تزاد الارتفاع ماذا سيحدث للضغط؟ مثلا هذا H زاد، كانت في الأول واحد، شاطرك، هي 10^5 ناقص 9، ماذا ولات 10,000 ولا 10^5؟ خشطك عطيك 10^5 ناقص 9 في 10^5، وهكذا تقريبا المعنى هو يعني أن أش تزداد. عفوا، ماذا يحدث للضغط؟ كلما زاد الارتفاع من خلال هذه العلاقة فإن الضغط ينقص، الضغط الجوي ينقص. السؤال الثاني، ما قيمة الضغط الجوي بي اتموسفيريك عند سطح الأرض؟ إذا عند سطح الأرض شحال كتساوي أش؟ أش كتساوي صفر، إذا نعوض أش بصفر، أو بي اتموسفيريك عند سطح الأرض يساوي ناقص 9 في صفر، اللي هي أش تساوي صفر، زائد 10^5. إذا الخارج غتكتبو هنايا والواحد ديالو باسكال بي. مزيان، نمشيو ثالثا. ثالثا، اف شدة القوة الضغطة التي يطبقها الهواء الجوي على واجهة نافذة. هذه النافذة شحال الطول ديالها وشحال العرض ديالها؟ إذا عندنا الطول عندنا العرض، إذا يمكن حساب ماذا؟ حساب اس، المساحة ديالها هي ال في ارش. هذا كمثال. وهذه النافذه تتواجد على الارتفاع 100 متر من سطح الارض. اذا يمكن لو بغينا نطبقوا نعرفوا شحال الضغط المسلط عليها، يمكن نديروا هذه العلاقه، هذه نديروا ارش هي 100، ثم نحسب. نعم، اذا بالنسبه لنا نتابع. اذا احسب مساحه النافذه، نحسب مساحة النافذة. هذا سؤال بسيط، S تساوي S تساوي L في L، وتحسب واحسب الضغط عند الارتفاع H. ستعوض في هذه العلاقة، تعوض H ب 100 وتضربها في ناقص 9 وتزيدها على 10. احسب F، احسب F قيمة القوة على هذا الارتفاع. إذا حساب F، F كيف نحسب F؟ ما هي العلاقة التي نحسب من خلالها F؟ عندنا واحد العلاقة كما درنا في الدرس، هناك علاقة بين P و F. نعم، إذا P تساوي F، إذا خصنا نعرفو واش F تساوي P على S ولا P تساوي F على S. نرجع للدرس ديالنا، غتعوض S بالقيمة ديالها هي المساحة اللي حسبتي، و P هي الضغط اللي حسبتي، وغادي تحسب العلاقة عندك في الدرس. حدد كتلة جسم صلب شدته ووزنه مساوية لشدة هذه القوة. إذا بغينا نحسبو الكتلة، مزيان، نعلم أن المهم عندنا بيش كتساوي كتساوي في الحالة، مثلا ننتظرو بحيث هذي حسب المعطيات اللي عندنا في التمرين جات علينا. كنحسب الكتلة علما أن بي تساوي إف. إذا بعد ما أن بي كتساوي إف، إف حسب شتي القيمة ديالها هنايا، حسبتيها من هنا، وعندك بأن بي كتساوي إم في جي، غتولي عندك إم في جي، إم في جي تساوي ماذا؟ تساوي إف. شنو بغيت تحسب؟ بغيت تحسب الكتلة. إذا إم تساوي ماذا؟ تساوي إف على الجي.
على احسب كتلة جسم صلب شدة وزنه مساوية لشدة القوة F. إذا هنا تاخد الجي، يمكنك تاخد الجي، هاد الجي اللي عندنا، اللي عندنا هنايا، الجي اللي عندنا هنايا. سؤال رقم 5، اشرح لماذا لا تتكسر النافذة تحت تأثير الهواء؟ إذا بما أن مسلطة عليها قوة كبيرة، على حسب النافذة هذه حسبناها هنايا واحد القوة نيوتن، لماذا لا تتكسر النافذة؟ إذا هذا سؤال ماشي غتقرا في الدرس، وإنما حسب التفكير ديالك نتايا خاصك تعرف بأن إذا هنا لماذا لا تتكسر هذه النافذة؟ إذا لا تتكسر هذه النافذة لأن القوة المسلطة عليها في الأعلى هي المسلطة عليها في الأسفل، المسلطة عليها في اليمين هي المسلطة عليها في اليسار، إذا هي توجد في توازن. إذا كان الجسم في توازن فمجموع القوى المسلطة عليه تساوي صفر، وبالتالي هي لا يسلط عليها أي قوة. بحال أنت أيضا تعيش في هذا